وفاة الفنان الكبير أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. توفى الفنان الكبير أحمد خليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاث عن عمر يناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. أعلن أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية يوم الثلاث وفاة الفنان أحمد خليل أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال أشرف زكي في تصريحات للمصر اليوم أنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم. ويذكر أن أحمد خليل قد أعلن إصابته بفيروس كورونا ودخل المستشفى، ثم خرج قبل أيام قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى. وأحمد خليل أصيب في الأيام الأخيرة من تصوير حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا الذي يعرض على قناة دي إم سي. اتولد أحمد خليل في يوم 13 يوليو 1941 وعمره الآن 80 سنة. اتولد في محافظة الدقهلية. بدأ أحمد خليل في معهد السينما عام 1965، ثم التحق بمسرح الجب وشارك في عدة مسرحيات وأبرزها حب تحت الحراسة، خادم سيدين، ياسين وبهية. وشارك أحمد خليل في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وأبرزها سليمان الحلبي، مسلسل حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب. ويعرض حاليا للفنان أحمد خليل حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا بطولة ميرفت أمين وأشرف زكي وهايدي رفعت وأحمد جمال ورحاب عرفة وعصام السقا، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج. وقدم أحمد خليل مسلسل لحم غزال في شهر رمضان الماضي بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمر عبد الجليل ومي سليم ووفاء عامر ومحمد شاهين. ودي كده كانت آخر أعماله الفنية. متنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.